في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يستضيف ملعب الأول بارك في الرياض مساء غد الجمعة مواجهة قطبي العاصمة النصر والهلال، مباراة حسابية لا تحمل نتيجتها أي تغيير، فالهلال أنهى الجدل وحسم أمر اللقب، والنصر سيبقى في الوصافة مهما حدث، ولكن ثمة أمر لا يمكن تجاهله، فالقمة ستحتفظ بأهميتها وستستمر مطابقة للمواصفات والمقاييس الخاصة بها مهما حدث، حتى لو لم يشارك النجوم، فيكفي أن تذكر النصر والهلال لتعيش جواً فاخراً من المتعة الكروية. نصر الوصافة ب77 نقطة في مهمة متعددة الجوانب، وهلال البطولة ب89 نقطة، ولا شيء غير التتويج باللقب دون أي مناغصات. النصر المستضيف سيدخل المواجهة وهو الذي أنهى مباراته السابقة مع الأخدود بفوز صعب ب3 أهداف لهدفين، وسيحاول أن يرد اعتباره لخسارة القسم الأول التي انتهت هلالية ب3 أهداف نظيفة، وكذلك ما تبعها من تعثر أمام المنافس في كأس موسم الرياض ونصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، وكذلك سيهدف لإلحاق الخسارة الأولى بغريمه التقليدي الذي يحمل سجلاً خالياً من الهزائم طيلة مراحل البطولة. أما الهلال الضيف والمتوج قبل أسبوع باللقب 19 فسيدخل اللقاء دون ضغوط، سوى المحافظة على تميزه وتجديد تفوقه على غريمه التقليدي والذي تكرر في 3 مناسبات مختلفة هذا الموسم. الهلال أعلن أفراحه في الجولة السابقة عندما انتصر على ضيف الحزم 4 أهداف لهدف في الرياض، وبات تفكيره منصبا على لقاء الختام لبطولة أغلى الكؤوس. مباراة الغد ستكون بروفة وخير استعداد للنهائي الكبير الذي سيجمع الفريقين خلال الفترة القادمة، ويبدو أن تفكير المدربين سيتجه للاستفادة من هذه المواجهة في رسم خطة المباراة النهائية. وبعيدا عن مواجهة القطبين، سيتابع الجميع تنافسا من نوع آخر وتحديا سيكون أبطاله رونالدو النصر متصدر الهدافين ب33 هدفا، وميتروفيتش الهلال الثاني في قائمة الهدافين ب26 هدفا. فهل سيحقق النصر ما عجز عنه الآخرون ويلحق الخسارة الأولى بالهلال؟ أم يواصل الأزرق تفوقه ويحافظ على نظافة سجله من الخسائر؟